بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب العالمين. أخذنا في الحصة الماضية بعضا من الحيوانات التي يحرم للإنسان والأطعمة التي يحرم للإنسان أن يتناولها، وسنكمل في هذا الدرس بعضا من هذه الحيوانات أيضا التي يحرم تناولها. طابعا الحيوانات الآكلة للجيفة. ومعنى الحيوانات الآكلة للجيفة، كل حيوان آكل للجيفة فهو حرام، أي يأكل الحيوانات الميتة. ومن أمثلتها النسر والرخم والكلاب وغيرها. سبب أنها محرمة لأنها تأكل الجيفة، أي تأكل أشياء محرمة، ففي هذه الحالة يحرم على الإنسان تناولها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، أي أنه سبحانه وتعالى حرم عليهم أو حرم علينا أكل هذه الحيوانات لأنها خبيثة، ولأنها تتناول الحيوانات الميتة. خامسا الحيوانات الآكلة للنجاسات، أي أنها تتغذى على حيوانات نجسة. كل حيوان يكون أكثر أكله للنجاسة فهو حرام. ومن أمثلته السمك الذي يعيش في مياه المجاري ويتغذى على النجاسات، والدجاج الذي يكون غالب أكله للنجاسة، أي أن هذا الحيوان أصله طاهر ولكن أكل شيئا محرما أو شيئا نجسا فأصبح نجسا، ففي هذه الحالة يحرم أكلها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وسمي هذا الحيوان بالجلالة، ودليل تحريمها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة. والجلالة معناته حيوان طاهر أكل حيوان نجسا فأصبح نجسا لأنه تغذى على شيء نجس. وسبب تحريمها خبث لحمها وتغيره بسبب ما تأكله من النجاسات، فإذا أطعمت الطعام الطاهر مدة يطيب فيها لحمها جاز أكلها. معنى ذلك أن هذه الحيوانات المباحة أكلت شيئا محرما أصبحت نجسة، وإن أطعمها الإنسان بعد ذلك شيئا مباحا لفترة معينة أو طويلة حتى يصبح لحمها طيبا أو طاهرا فيجوز للإنسان بعد ذلك أن يأكلها. ننتقل إلى النوع السادس من الحيوانات التي يحرم أكلها، وهي الحيوانات المفترسة. والحيوانات المفترسة نوعان، بيانها كما يلي: أولا السباع التي لها أنياب، وهي الحيوانات البرية مثل الذئب والفهد والدب والثعلب والقط، هنا محرمة لأنها ذوات أنياب، أي تأكل الحيوانات النوع الثاني وهي الطيور التي لها مخالب تصيد بها، أما التي ليس فيها مخالب فيجوز للإنسان أن يأكلها. والأمثلة على ذلك العقاب والبازي والنسر والشاهين والبوم والصقر، وحكمها أنه محرم أكله. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فكل الحيوانات المفترسة التي لديها أنياب تسمى سباعا فلا يجوز للإنسان أن يأكلها، وكل حيوان من الطيور ذو مخلب لا يجوز للإنسان أن يأكل منه. ويستثنى من السباع الضبع فيباح أكله، لحديث ابن أبي عمار قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ومعنى ذلك أن الضبع من الحيوانات المفترسة ومن السباع، ولكن يباح أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. هنا تمرين: في كل مجموعة مما يلي مفردة لا تنتمي لها، بينها مع ذكر السبب. المفردات: الأسد، النمر، الفهد، الضبع. فنقول الضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحله وأحل أكله. النحلة والنملة والذباب والجرادة، هنا نقول الجرادة، وذلك لأنه مباح أكلها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الحوت والجراد.
سابعا المسكرات. والمسكرات جمع مسكر، وهو ما يزيل العقل أو يغطيه بحيث لا يميز شاربه بين الحسن والقبيح ولا بين النافع والضار، ويهذي في كلامه. والمسكرات حرام بجميع أنواعها، سواء كانت على صورتها الطبيعية كأنواع من النباتات يسكر أكلها، أو كانت مصنعة أو مستخرجة من مواد أخرى وسميت خمرا، أو سواء سميت خمرا أو سميت باسم آخر، وسواء تناولها الإنسان بكميات قليلة أو بكميات كثيرة. والمسكرات تأثيرها دائما على العقل، ودليل تحريمها حديث قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. النوع الثامن وهي المخدرات. والمخدرات هي جمع مخدر، وهي نباتات كيميائية أو مواد نباتية أو كيميائية لها تأثيرها العقلي وتشل نشاطه وتغطي عقله كما يغطي المسكر. وأنواعها كالتالي: أنها على نوعين، المخدرات الطبيعية النباتية مثل الحشيش والأفيون والقات. النوع الثاني المخدرات التصنيعية مثل الهيروين والكوكايين والكبتاجو. والفرق بين المخدرات والمسكرات أن المسكرات تأثيرها على العقل، أما المخدرات تأثيرها على جميع البدن. وسبب تحريمها كالتالي: المخدرات محرمة بجميع أنواعها وبأي صفة كانت عاطيها، سواء كان عن طريق الأكل أم الشرب أم التدخين أم الشم أم الاستنشاق أم الحقن أم غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيش: وهي بالتحريم أولى من الخمر، لأن ضرر أكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر. الدليل على تحريم المخدرات الأدلة السابقة في تحريم المسكرات، لأنها مثلها في تغطية العقل والتأثير عليه. أضرار تناول المخدرات: يترتب على تناول المخدرات آثار ومفاسد أشد من آثار المسكرات، وقد أثبتت التحاليل الطبية والتجارب العلمية والواقع المحسوس أن المخدرات بأنواعها سبب لكثير من الأضرار والمفاسد. وقلنا أن الدليل على تحريم المخدرات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هنا الأضرار الاجتماعية التي بسببها حرم المخدرات. أولا الأضرار الدينية. أولا التكاسل عن العبادات، فتجد الإنسان يتكاسل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فتجده لا يصلي ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا مجالسة أصحاب السوء. أيضا عدم وعي بدين الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الأضرار الاجتماعية: كثرة المشاكل الأسرية، أيضا الوقوع في الجريمة ربما يقتل أو يفعل أشياء بسبب حصوله على هذه المخدرات. أيضا إثارة العداوة والبغضاء بين الناس بأنه يسبب المشاكل بين الناس. أيضا العنف وسوء الخلق، فتجده ربما يضرب أهله أو أقاربه أو أولاده أو ما شابه ذلك. أيضا قطع الأرحام، فتجده لا يصل أرحامه أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. أيضا الأضرار الاقتصادية: ضعف الإنتاج، فتجده لا يمسك المال ويستنزف الأموال. أيضا زيادة البطالة، فتجده عاطلا. أيضا زيادة الديون بحيث أنه يتسلف من الناس ويطلب من الناس الأموال حتى يأخذ هذه المخدرات. أيضا الانهيار العام للاقتصاد. الأضرار الصحية: الاضطراب والتوتر والقلق، أيضا الغثيان والقيء، أيضا التهاب الفم وغشاء المعدة، أيضا تلف خلايا الدماغ ويصبح الإنسان مهلوسا، أيضا الهلوسة والإغماء. هذه الأضرار التي من أجلها حرم المخدرات. أيضا الأدلة السابقة التي ذكرناها في تحريم المسكرات والمخدرات.
هنا المقارنة بين شخص يتعاطى المخدرات وآخر لا يتعاطى. من خلال هذه المقارنات نقول في الاستقامة في الدين، فتجد الشخص الذي يتعاطى المخدرات غير مستقيم في الدين، أما الشخص الذي لا يتعاطى تجده مستقيم الدين ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى. من ناحية الاستقرار الأسري، فتجد حياة المتعاطي للمخدرات غير مستقرة، أيضا تجده كثير المشاكل، أما الشخص الذي لا يتعاطى فحياته مستقرة وهادئة. أما من ناحية الصحة، الشخص المتعاطي في تدهور في صحته يوما بعد آخر، أما الشخص الذي لا يتعاطى المخدرات يتمتع بصحة جيدة. أما من ناحية الحالة الاقتصادية، فتجده المتعاطي إنتاجه ضعيف وماله مستنزف، بحيث أنه يسرف أمواله بكثرة على المخدرات، أما الشخص الذي لا يتعاطى المخدرات إنتاجه جيد، مستريح ماديا وعنده قوت يومي. هذا ما تم شرحه في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.